اللقاء ان شاء الله تكون 2-1. نتيجه اللقاء وان شاء الله اداء افضل من الماتش اللي فات. ان شاء الله نتيجه اللقاء باذن الله انا شايف ان هي هتبقى 7-0 ان شاء الله باذن الله، لان ارضيه الملعب المره اللي فاتت ما كانتش مظبوطه وما كانتش كويسه، فما اللعيبه عندنا ما قدرتش تادي خالص يعني. اتوقع قفشه هيبقى له دور لان هو ان شاء الله راجع، وكهرباء هيبقى له دور برضه اللي هو راجع بالسلامه ان شاء الله. شايف المباراه ان شاء الله مش صعبه قوي، وفي هناك احنا كسبنا 1-0، هنا اتوقع 2-0 منهم على الاقل جول لمحمد شريف، ممكن جول للسولية كمان. احنا كسبنا في الذهاب 1-0، ان شاء الله نكسب 2 في العوده هنا، لانه احنا ابطال افريقيا والجمهور مش بيشبع بطولات، اللعيبه عارفه ده كويس، فربنا يوفق ان شاء الله. يعني ممكن يكون 3-1 او 2-0. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب، لان هو ده المتوقع من النادي الاهلي اللي احنا عارفينه عنه كله، هو باذن الله بس ربنا يبعد عنهم الاصابات، وباذن الله ان شاء الله باذن واحد احد يعني 3-0 باذن الله النادي الاهلي. الاهلي هنا يلعب مستريح يعني، ما فيش اي مشكله بالنسبه له، ولو كان الملعب هناك يعني كان بالنسبه للاهلي كان كويس كان الاهلي يكسب اكتر من 1-0، لكن هنا بالنسبه للاهلي المباراه محسومه ان شاء الله. اتوقع الاهلي الفوز باذن الله وربنا يوفقهم، وان شاء الله النتيجه جيده، اتوقع انها تبقى 3-1. اتوقع ان هي تبقى 3-0، وان شاء الله كهربا يجيب جول فيها.